السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم في فيديو جديده دونك من الفورماسيون ديالنا سور لونغاج سي بلس بلس. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنديروا واحد لا فونكسيون اللي وصلوني مع دي ميساج مع الاخوان, يعني وصلوني يعني ابري ما نديروا دي سامبول اي دي كاركتر تري يوتيليزي اون سي بلس بلس. دونك ابري لا فيديو اللي جايه ان شاء الله مور هذا لا فيديو اليوم ان شاء الله عندي لكم واحد لا فونكسيون اللي هي كاينه في لا بيبليوتيك استديون بو اش اللي هي لا فونكسيون بوتس. دونك غنجي افيشي واحد لو ميساج دونك برينتير, نديرو مثلا انت A et B, voilà. Printf, voilà. Veuillez taper la valeur de A. Ou bien, pas mal, mais on dit que veuillez taper la valeur de A. On dit que c'est une matière, parce que nous avons vu c'est une matière. On dit que taper A. On dit que c'est out. On dit que veuillez taper la valeur. La valeur de B. Veuillez, je vais mettre l'espace, tant que si c'est un peu, voilà. On va dire là, 1 point virgule, on va dire scanf, on va dire pourcent D, voilà, et commercial B. Voilà. On va dire maintenant une variable int, maintenant 100, on va dire A égale à B. Voilà. On va dire printf, ou là, on va dire la somme de A. On va dire pourcent d égale à pourcent d égale à pourcent d. Donc le pourcent d l'oula dit, on dit a pourcent d dit tani de b pourcent d tel c'est dire 100. Donc voilà, il va compiler exécuter واحد يعني يعطيني سي سامبل زينو شنو عطاني غير برينتر. دونك خصني ندير ديز include stdium.h. donc voilà compiler exécuter, voilà, il a vu taper la valeur de A, 5 زائد 9 égale à 14. Donc c'est simple pour printf. Donc il a bien fait moi de la ligne à l'ipsi out, on dirait que c'est out, que c'est chercher tout, on va quand même décrire. Donc on fait moi de la fonction qui est out. Voilà, on a quand dire l'oula, quand j'ai ou quand dire par exemple, on va afficher le contenu de A, مثلا ندير مثلا A هنا. Voilà. ونجي ندير مثلا هنا د ليسباس بي وندير عاوتاني هنا وندير ايكال فوالا. هاد ليسباس هذا غيكون فيه 100 فوالا. دونك تو سامبلومون ندير واحد الاند لاين فوالا باش يدير غوتوغ على لي, وندير واحد كومونتير هذا باش ماشي ديباسي لي الكومبيلاتور فوالا. 5 و 7 5 زائد خصني ندير واحد زائد 5 زائد 7 هي 12. دونك 5 فوالا هذا هو لامبلاسمون ديالها. دونك فوالا نجي ندير واحد البليس هنا فوالا. دونك غنجي ندير 5 زائد 7 فوالا 5 زائد 7 12. دونك سي سامبل بوغ هاد لا فونكسيون. مي انا بارفوا بغيت نخدم لا فونكسيون بوتس. بوتس عندها نفس الفونكسيونمون ديالاش ديال برينتاف, غير هو كاين واحد لا ديفيرونس. لا ديفيرونس شناهو؟ غنمسح هادشي فوالا ونقول ليه مثلا مثلا بونجور. إلا بغيت نافيشي عاوتاني بونجور, ولكن نستعمل لا فونكسيون بوتس. نفس القضية كنديرو بونجور, يعني هاد بوتس هادي غنخليوها نتعمقو فيها إن شاء الله بالنسبة لنا ندخلو لي شين دو كاركتير. دونك إلا درنا واحد بوتس شنو نافيشي ليها؟ نافيشي ليها بونجور بونجور أتاشي, يعني ملاصقين. فوالا هاد لا فونكسيون برينتاف مكترجعش لك داكشي السطر, مي هاد بوتس هادي كترجعها. نشد هاد لاليل هادي ونحطها هنا, لاحظو غيدير ليا بونجور وغيرجع ليا السطر عاد تافيشا بونجور الأخرى. فوالا يعني كيفما كتلاحظوا هاهي بونجور بونجور. دونك سي سامبل, هادي اون نيفو ديال لافيشاج. غير هو لا ديفيرونس اونتخ لي دو. الا كانت عندك مثلا واحد انت ا ايكالا 5, تقدر دير مثلا ا ايكالا بورسون دي ودير عاوتاني ا ايكالا بورسون دي وتجي دير فيرغيل ا. مي انتيردي انك تستعملها في بوتس. غنجي ندير واحد كومبيلي اكزيكيتي ما يعطيني حتى شي ايرور. علاش؟ هاهي ا ايكالا 5. دونك اما الى جيت درت هذا الكونتوني هذا هنا ما غيخدمش ليا. علاش؟ حيت هو ما كيقبلش هاد بوتس, ما كتقبلش فورماطاج, ما كديرش لك لافيشاج ديال شي ريزولطا. صافي كتافيشي لك شي حاجه وصافي, تيكست شي حاجه مهم هي اللي تافيشي. لاحظوا الايرور شي ما يعطيكش. دونك سي سامبل هاد لا فونكسيون هادي هي كتستعمل غير باش تافيشي لي اي حاجه. دونك تقدر دير سالو مثلا
صالي مثلا ولا بحال هكا. المهم غير شي ميساج اللي تافيشا فوالا كيف ما كتلاحظوا. دونك هذه هي لا فونكسيون اللي هي بوتس كنت حاولت نطلع عليها. دونك في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنديروا دي سامبول اي بو دي كاركتير تري يوتيليزي اللي غتستعملوا بزاف بروغراماسيون سي بلس بلس. دونك نتلاقاو في لا فيديو الجايه باش ما نطولش عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.